ومكملين معكم مشاهدينا بمحطاتنا الصباحية. أما هلا وصلنا لفقرتنا الطبية لنحكي فيها عن البوتوكس، كيف بيتم استخدامه للحالات الطبية والعلاجية، وهل بيتم استخدامه لعلاج بعض الأمراض بطريقة آمنة. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا الدكتور جهاد التل، طبيب جراحة تجميلية وترميمية. يسعد صباحك دكتور، أهلا وسهلا فيك. صباح الخير حكيم، أهلا وسهلا بحضرتك. دائما منضوي على هدول الحالات، أو خلينا نقول البوتوكس الفيلر. اليوم ما بقى عم نحكي فقط تجميليا، اليوم دخلنا بالحالات العلاجية واللي أثبتت أنه مادة البوتوكس عم تعطي نتائج كتير مهمة ببعض الحالات الجسدية. خلينا بداية نرجع نعرف بهي المادة. دائما نحن نطرح هذا السؤال كرمال نذكر الناس وخلي عندهم ثقة أكبر، لأنه ببعض الأحيان بجوز الناس تخاف منه. هلا بداية تعريف مادة البوتوكس، هي الاسم التجاري لمادة علمية معروفة اسمها البوتولينيوم توكسين. هاي المادة هي مادة عصبية سامة مستخلصة ومستخرجة من الجراثيم المضفية الوشيقية. هلا آلية عمل البوتوكس هو ينافس مستقبلات مادة الأستيلكولين على الوصل العصبي العضلي. هلا نحن مادة الأستيلكولين هي مسؤولة عن انقباض العضلة، فبالتالي البوتوكس هو يعمل على استرخاء العضلة بفترة مؤقتة. هلا تقريبا بلش علاج البوتوكس واستخدام البوتوكس بالامراض العلاجيه عام 1989. كان بدايه بالامراض تشنج الاشفان، بعد ذلك اصبح التطور واستخدام للبوتوكس بشكل كثير كبير، وخاصه بالامراض العصبيه مثل امراض تصلب العضلات وايضا امراض انقباض عضلات الأطراف العلوية وعضلات الأطراف السفلية، وأيضا باستخدام هو شلل العصب السابع بالوجه، إضافة إلى استخدامه بفرط نشاط المثانة الثلث البولي، وأيضا بالصداع النصفي المزمن الشقيقة وفرط التعرق. تمام، بالنسبة للشقيقة بيتم علاجها بشكل مؤقت أم بشكل دائم؟ كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع؟ نحن باستخدام البوتوكس هو دائما هو استخدام مؤقت، ما له استخدام دائم، يعني نحن عم نحكي على فترة مؤقتة، هي غالبا تكون من 3 إلى 6 شهور. هلا باستخدامنا نحن بمرض الشقيقة عام 2010 وافقت إدارة المواد والأغذية الأمريكية على استخدام البوتوكس كعلاج لمرضى الذين يعانون من الصداع لأكثر من 15 يوم بالشهر، وكان هذا العلاج هو علاج مؤقت ما له علاج دائم. فنحن اليوم وقت عم نحكي انه علاج لاي مرض هو بالبوتوكس هو علاج مؤقت، لانه مفعول هي الماده هي تقريبا بين 3 إلى 6 شهور. بس يمكن مره بعد مره حكيم بتصير اخف النوبات الشقيقه عند الشخص تجي، يعني كونه نحن مستمرين بموضوع البوتوكس. يعني هلا نحن الاليه هي نحن عم نعطي فقط دواء لحتى شل عم نشل الالم تماما، مو انه شل، خلينا نقول نحن عم نحصر مستقبلات الالم، فعم نمنع نحن السياله العصبيه الالميه الوارده من الدماغ الى العضلات. اليوم عم نحكي عن حقن البوتوكس للشقيقة دكتور، هل بيتم حقن كامل الرأس أم أماكن معينة بالرأس لعلاج هي الشقيقة؟ هلا الأماكن نحن المستخدمة هي أماكن الجباب، بالإضافة إلى العضلة الصدرية، بالإضافة إلى المنطقة القفوية ومنطقة الأكتاف. تمام. طيب اليوم في ناس كثير عندهم هي الحالة وممكن في بعض الظروف بتشتد عندهم، يعني نحن بنعرف العلاجات البدائية، خلينا هيك نحكي أكثر اليوم يعني وقت تم استخدام بالعلاج الشقيقة على شو استندتوا بالضبط؟ يعني هلا تقريبا قلت لك نحن الموافقة كانت هي من منظمة إدارة الغذاء والأدوية الأمريكية، فهن بال 2010 تمام كانوا عاملين تجارب على المرضى الشقيقة، فأثبتت التجارب أنه نحن عم يستفيدوا بنسبة خلينا نقول 80% عم يخفف عندهم الأعراض، وعم تستمر خلينا نقول بين 3 إلى 6 شهور. يعني هن يوصى أنه نحن نكرر الجلسة العلاجية بين 2 إلى 3 سنوات. نكرر يعني اليوم أي حدا عم يسمعنا اليوم هو ما أنه قادر يستمر فيها مدى الحياة، أو يعني تمام. في شيء سلبيات أو لا؟ هلأ السلبيات يعني ما ألا سلبيات نهائيا، يعني ما أن نحن عنا أثار جانبية لاستخدامه بشكل آمن. تمام. اليوم دكتور كثير ناس عم تلجا للبوتوكس اللي عندها فرط تعرق سواء بالابطين حتى بكفوف الايدين لتعالج هي الحاله، خلينا نحكي عن ايجابياتها وسلبياتها ان وجدت. تمام. هلا فرط التعرق هو زياده في افراز التعرق فوق الحد الطبيعي،
فنحن لحتى نخفف هذا الشيء، طبعا فرط التعرق هو بيشمل الانماط مثل ما ذكرتي حضرتك، انه احنا عندنا فرط التعرق تحت الابطين او باخمص القدم او حتى راحه اليدين. في كثير من الاشخاص بيعانوا من التعرق براحه اليدين، بتلاقيهم دائما ماسكين محرمه او خصوصا شيء. طلاب المدارس تمام ما بيحسوا يمسكوا مثلا قلم، ما بيحسوا يمسكوا ورقه، تمام. فهذا الشيء يعني وجدوا عام 2004 انه نحن باستخدامنا للبوتوكس هو عم يحل هذا الشيء. طبعا هون في فكره كمان كثير مغلوطه، انه نحن بيقولوا لك انه نحن عم نسد المسام. تماما، هي ما هيك الفكره. نحن الاليه العمل انه نحن بنمنع السياله العصبيه المسؤوله عن زياده الافراز التعرق عن طريق ايقاف المواد الكيميائيه المنتجه من الجهاز العصبي والمرسله الى الغدد العقليه لانه تفرز شيء زياده. ما له اي ضرر لبعدين، حتى كثير اللي بيحقنوا بكفوف ايديهم انا بسمعهم بيقولوا في ناس ممكن تاثر على الاعصاب او على طريقة تعاملهم، ما بقى أقدر أمسك بإيدي شيء. ممكن في هيك ناس تتعرض لهي الحالة؟ ممكن هذا الأثر الجانبي، ولكن هو يعزى إلى الحقن الخاطئ. يعني خلينا نقول والحقن بطريقة عميقة على عضلات اليد. فنحن عم نكون طريقة بترجع لطريقة الحقن مو للمبدأ. تماماً، نحن نكون هون عم نشل عضلات اليد. تمام. مثل ما حكينا احنا مادة البوتوكس بتعريفنا هي عبارة عن استرخاء للعضلة. فنحن وقت عم نحكم بطريقة خاطئة نحن عم نؤدي إلى شلل شوي بالعضلات اليد، ولكن هذا التأثير هو رجوع عكوس، يعني ما له بشكل دائم. خلال تقريبا أسبوعين لثلاثة حترجع لنشاط الطبيعي. ودائما احنا بنعرف إنه الجسم بيطرح العرق مو بس من تحت القبط أو الكفين. اليوم في مناطق كتير يعني كرمال هاي المعلومة المغلوطة إنه فقط بيسد المسامات، فكتير بتقول لك لا 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 أنا ما بسويها بيعمل هيك. ولكن اليوم كل الجسم بيطرح في أماكن بتطرح العرق أكثر من تحت القبط في بعض الأحيان. اليوم خلينا نروح للوجه، ولا خلينا نشوف هيك الصبايا والشباب اليوم اللي هن صاروا يمكن جنب لجنب بهذا الموضوع يعني التجميلي. دكتور بتحقن أول شيء؟ سؤال محرج. طيب خلينا نروح للوجه اليوم، يعني كمان في لهلا مخاوف، يعني رغم كل هذا التطور ورغم إنه نحن سنوات عم نتعامل مع هاي المادة، ولكن لهلا في ناس بتقول لك بيعمل أي حقن غلط ممكن يعمل آثار سلبية. اليوم من خبرتك شو أهم النقاط المفروض يرتكز عليها الحكيم خلال الحقن؟ هلا نحن بالوجه تماما، هي النقاط الأساسية بنخاف دائما بشكل أساسي من الحقن بكميات زيادة، فهذا الشيء ممكن يسبب آثار جانبية اللي هي مثلا مثل تدلي الأجفان. هلا هون نحن تقريبا نسبة هذا الأثر الجانبي هو 1% تقريبا. يعزى كمان أحيانا إلى عدم التزام المريض بالتعليمات بعد البوتوكس. يعني نحن مثلا بعد ما نعمل جلسة البوتوكس ونخبر المريضة أنه ما تحطي ما تطخي، تكون حركاتها بسيطة، ما تعمل أي نشاط بدني زيادة، ما تتعرض مثلا لبخار، ما تتعرض لحمام. لكن هدول بيفشلوا عملية الحقن، ولكن كنقاط دكتور كنقاط اليوم أساسي. يعني أنت على شو بتستند بالوجه؟ يعني هي النقاط نحن حسب العضلة اللي بدنا نستخدمها، يعني اللي بدنا نعالجها. فإذا كنا عم نستخدم للعضلة الجبهية فنحن نقاطنا بتكون متركزة على الفورهيد يلي هي عضلة الجبهية، بالإضافة العضلة حول العين. وهون نحن بنخاف شوي إنه نقرب شوي لمنطقة العين لحتى ما يصير في عندي تدلي الجفن، بالإضافة إلى منطقة المقطبة هي منطقة العبسة. العبسة العبسة تماماً. هلا كل الشعب بده العبسة تماماً. إضافة ممكن نستخدم البوتوكس كنرفع مثلاً نحن ذروة الأنف، أو بإنه نحن نروح التجاعيد بمنطقة الدقن. في أحياناً أشخاص بيكون عندها الماريونيت يعني ساد لاين خلينا نقول، فبالحقن البوتوكس بيخفف هذا الشيء. إضافة إلى تقنية النيفر تيتي بتحديد الجولاين مع إخفاء التجاعيد الطولانية في الرقبة. خلينا نحكي دكتور عن الفترة الزمنية الصحية لجلسات البوتوكس سواء من الناحية التجميلية أم من الناحية العلاجية. هلا نحن تقريبا طالما فوق 18 سنة فينا نحقن بوتوكس بشكل آمن. طبعا هون بيرجع حسب الحالة، إذا نحن الحالة تستدعي إلى الحقن حتى لو بعمر مبكر، تمام، بالعشرين 25، فهذا شيء طبيعي جدا. في احيانا اشخاص بيكون عندهم العضله هي بتكون شوي
يعني اقوى من باقي الاشخاص. فنحن لحتى نخفف التجاعيد التعبيريه بنحقن بوتوكس، يعني يعتبر امن ما في اي له تاثيرات وقت بينحقن بعمر مبكر؟ ما له تاثير ولا افضل؟ امن يمكن ايجابي اكثر. اليوم نحن عم نتعامل مع حاله وراثيه بجوز تكون، يعني يعني بتلاقي صبيه بعمر ال 20 عندها تجاعيد، عندها وقت اللي بتضحك يعني مبين خطوط الضحك عندها كثير واضحه في مشكله يعني. وهون نرجع للعامل الوراثي، فاليوم كل الاطباء قالوا انه بالعكس اليوم انت عم تمهدي للعضله انه بشكل ايجابي للسنوات القادمه. طيب دكتور، اليوم هيك اذا بعض المحاذير بعد عمليه الحقن ذكرنا كم نقطه، خلينا نرجع نذكر فيهم ونحكيهم بشكل كامل. تمام. هلا احنا بعد الحقن اهم شغله انه احنا ما نعمل مساجات بشكل يعني من هون لثمان ساعات باماكن الحقن. هذا الشيء بيخلي تسريب لماده البوتوكس باماكن نحن ما بنفضل انه نكون توصل لها، بالاضافه عدم السجود، عدم التضخايا. تمام. الناس مثلا اللي فورا بيروحوا بيتحمموا احيانا هون هذا الشيء بياثر عليهم بشكل سلبي. كل ايام الاسبوع بيحاول بالبوتوكس. تماما. حتى يمكن حب الالتهاب او شيء بيتم تحذير منه. هون الدراسات صراحه بالبدايه قالت انه مضادات الالتهاب ممكن تاثر بعمل البوتوكس. بعدين اجت دراسات قالت انه لا، ما هذا الشيء ما له تاثير. بس طبعا اكيد يعني بيشكل الجسم اضداد لهي كونه مناعه. اليوم نحن عم نحكي حب الالتهاب بالنهايه يعني تماما بكون اضداد تجاه اي ماده. بلاها يعني اول يومين. طب دكتور، وقت بيتم اي شيء غلط سواء من المريضه التعليمات اللي اتبعتها او من طريقه الحقن، ممكن انه يتم تدارك هذا الشيء ولا خلص هي العضله انحقنت ما بقى فينا نعمل اي شيء لحتى يروح مفعول البوتوكس؟ هلا اكثر شيء نحن بنخاف منه مثل ما حكينا هو تدلي الجفن. هلا شو يعني تدلي؟ تدلي الجفن يعني تكون جرعه زايده؟ بتكون جرعه زايده او مثلا مثل ما حكينا عدم التزام المريض بالتعليمات فادى الى ارخاء الجفن، يعني تغطايه. خلينا نقول ممكن نقولها بالعامية انه العلويه. تمام. بتكون نحن حصلنا على ارخاء فيها، فنحن ما بيكون نازل الجفن، ما عاد هي تشتغل هيدي العضله. تمام. ولكن يعني هذا التاثير هو تاثير عكوس، يعني ما له تاثير بشكل دائم. تقريبا نحن بعد اسبوعين لثلاثه حتشتغل العضله المعاوضه لهذه العضله اللي هي بنسميها عضله مولر، وبترجع للشكل الطبيعي خلال شهر. طيب دكتور، هيك بنصائح اخيره لكل حدا عم يشوفنا اليوم، ان كان بالموضوع العلاجي او الموضوع التجميلي، شو حابب تقول؟ هلا اهم شيء انه احنا الحاله التي تستدعي انه احنا نحقن بوتوكس سواء علاجيه او سواء تجميليه، تمام، لا يتردد احد لحتى يعني يعملها، خاصه بمواضيع علاجيه كثير عم بسمع مثلا يعني اثبتت تماما حدا حتى من الاقارب انه مثلا بخاف انه يحقن هو لمرض عصبي. تمام. ولكن هو صراحه اثبت الدراسات انه هو كثير مفيد جدا 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 لهدول الامراض، حتى تم استخدامه بمعالجه الحبال الصوتي، يعني بعض الحالات اللي بتخص الحبال تماماً الصوتي. تماما. بالاضافه الى الضزز، التكزز، الناس اللي بيكونوا مثلا اثناء النوم بيكزوا شوي اسنانه، فنحن بنحقن ضمن العضله الماضغه. يمكن عندي اياها بترجع لي اياها دكتور، انا بكز. اكيد بدنا نتشكر حضورك دكتور وهي المعلومات اللي قدمت لنا اياها، واكيد نتمنى السلامه والجمال للجميع. شكرا حكيم لحضورك وبالصحه والسلامه، نتمنى لكم التوفيق بمسيرتكم الطبيه. شكرا لكم. اما نحن مكملين بفقره